هدف ملعوب ملعوب هدف في جمال وفي رقي وفي كرات بينية وفي لمسة 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 للأمام. نعم إلى جمال اللي يسجل جمال معروف، ألغي له هدف قبل دقيقتين ويسجل الآن وتكون الأمور بالخمسة، تكون الأمور بالخمسة. لكن وجد العين ضالته، هل وجد العين ضالته في صانع العاب منذ رحيل عمر عبد الرحمن؟ بدري الحديث عن ذلك، لكن يبدو لي وجد ضالته. طبعا مش عمر، مش عمر، اي نعم مش عمر، لان صعب صعب تلاقي مثل عمر. لكن وجد العين ضالته في لمسه راقيه بالفعل من جانب اسلام خان يسجل جمال معروف اللي الغي له هدف قبل دقيقتين، وهذا الرجل يترك بصمته الكبيره جدا. واسلام خان حب العينوية له من النظرة الأولى، أو لنقل في عالم كرة القدم من اللمسة الأولى، أو لنقل في علم المحبين. الوصلاوي الوفي الذي سيعود إلى دبي في سيارته وهو يحدث نفسه متى يعود الإمبراطور، متى يعود الوصل.